فلا. حسب الاسباب، ما بتقولي لا؟ ما بقول لا، ولما ما بقول ايه حسب الاسباب. مسلسل عابر الضباب بيتناول انعكاس الازمه السوريه على حياه ابطال العمل. قدرتي تطلعي من ضباب الازمه ام بعدك علقانه فيها؟ ليك انا عندي مشكله، حسيت وترك السؤال شوي. عندي مشكله وهي الحرب السوريه واللي حصل معنا هو زادة. انا كثير بخاف من فقد الاشخاص بحياتي. الفقدان بيوجع. ايه. فقدتي حدا بالحرب؟ كتار. اصدقاء؟ وقرايبين. ايه. الفراق ما هو الموت، بس برجع بقول لك لما بتسافر 10 سنين ما بتشوف امك او ابوك، عم بعطي مثال طبعا، هذا فقدان لتفاصيل يوميه. مجتمع كان جدا لمشاعر انسانيه ما بتتعوض. والسوريين بشكل عام عوائل، يعني كثير عندهم لمات العيله يوم صح. الجمعه مدري شو بلموا على بعض، مع بعض بيتغدوا اجباري. يوم الاحد مثلا العيله بتروح بتصلي، يلي هو حسب مثلا، يعني كثير كان في كثير، فهي تشتتت هيك يعني. بتعرف شغله بدي امثل لك المجتمع السوري بشغله هلا هيك حسيتها وانا عم بحكي، مثل لما بتنكسر بايدك كاسه بس مو 3 شقف، تنطحن، تعمل هيك هيك هيك، فبتروح بكل مكان. وبحس نحن هيك صار فينا، بس نحن مو كاسه، نحن ياسمين. بس دبلة الياسمينة؟ لا، ان شاء الله نحن حنرجع من اول وجديد نسامح بعض، نتخطى يلي حصل بيناتنا قبل ما يصير بين اي اتجاه خارجي اخر. رح نرجع نحاول عن جد نحب بعض، رح نفتح صفحة جديدة مع بعض، أنا بتمنى اللي عم أقوله، ورح نعيش مستقبل مع بعض من أول وجديد، وما في حدا ما بيتخانق مع بعضه. الفازة بس تنكسر شقفة كبيرة سهل تترمم، بس تنطحن ممكن سنوات. صح، طولت. ممكن نعمل منها غير فازة، ممكن نعمل شكل ثاني ونبلش من جديد. وقتها بهيداك الوقت رح توقفي وتبرمي لورا، شو تقولي للزمن؟ أنا هلأ عم أقول خلونا ننسى ونسامح ونبلش صفحة جديدة، وكأنه أخين تخانقوا وكل حدا سافر على بلد وردت رجعت العيلة لمتهم. بتمنى رجعوا على سفرة العشاء. سفرة العشاء عندكم بالبيت قلت؟ ناقصة حدا؟ كتير، ايه كتير، ناقصة كتير. برجع بقول لك الفراق هو مو بس موت، كتير كتير كنا كتير كتار. بيوجع حكيك مرام، بس هاي الحقيقة، الحقيقة بتوجع. ايه الحرب بتوجع، بتأسي، بتقرف، شو بيعرفني؟ بنبطل نشبه حالنا يعني عن جد. شو خسرتي من شخصيتك بسبب الحرب؟ حنية. صرتي قاسي؟ ايه، لما تسمع حدا مات وبتقول الله يرحمه، خسرت قاسي بلا ما تحس. بس بتعرفي يا مرام شو الموجع بحكيك؟ انه نتعود على مشاهد الموت، يعني حتى اليوم اللي عم بيصير مع اهلنا بغزة وفلسطين وحتى بجنوب لبنان، قد ايه صعب انه نتعود على هيك مشاهد مؤلمة. أول فترة بدي وجه تحية لكل الشعب الفلسطيني، لأنه أنا البيست فريندز تبعي بالحياة هن فلسطينية، فأنا كتير بحب الشعب الفلسطيني، والله يرحم شهدائهم وينصرهم يا رب، وأكيد جنوب لبنان الله ينصرهم ويرحم شهدائهم يا رب، ما بيختلفوا عن بعض. صح. أول فترة كنت أتعب إنه ليش كيف أغضب أعصب. بعد فترة من يعني خلينا نقول كل اسبوع تتغير الموجه تبع المشاعر. اليوم لما عم شوف صوره يا حرام، عم تمرق كلمه يا حرام والله يعينهم والله ينصرون وخلصت السيره. صدقا فيما بالك 10 سنين حرب بسوريا، هلا فلسطين 75 سنه، بس قصدي هي الهجمات الشديده هي بتيجي كل كم سنه عليهم، مثل لما نحن 10 سنين، بس نحن فعلا 10 سنين بشكل مكثف حرب وتشتت وكل شيء. بس مرام مش لازم دايما نكون مشعلين مشاعل الغضب جواتنا حتى ما نتعود على مشاهد الموت وتصير جزء من حياتنا بشكل طبيعي؟